واضح ان انا بالبيجامه صح. هلا والله، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. انا اسرار، واليوم انا في البيت تقريبا زي كل مره اصور لكم، بس يعني انا في البيت، في البيت معزوله. يا رب تكونوا في البيت، ما تكونوا في مكان تاني، مستشفى ولا بعيد عن اهلكم. انا الفيديو ده بسويه ما حقول لكم للطفاشة، بس يعني عندي وقت مرة كتير وما أدري، قلت أسوي لكم ميك اب توتوريال. من زمان على التوتوريالز والله، من كم، 9 شهور. المهم أنا قاعدة بالبيجامة زي ما أنتوا شايفين، ولابسة فوق بلوفر، وهذه قاعدتي في البيت ترى حقيقي. كل يوم أقوم من النوم ألبس ذا اللبس. أباكم تكتبوا لي أنتوا إيش قاعدين تسووا دحين. في ذا الكيس عندي بحكيكم دحين قصته. وليش غيرت السيت؟ عشان هناك حسيت إنه شوية رسمي، وهنا أحس كأني أنا قاعدة كده في البيت، عرفتوا، في صالة بيت أنا. أتكلم مع صحباتي ومع عائلتي. قبل العزل بالضبط، قبلها يمكن بكم يوم، نزل جدة. كان عندي شيء مرة مهم وقتها، صارت خلاص تفشى المرض ده كورونا، الله يجيرنا منه إن شاء الله يا رب. فالمهم قبل ما أرجع وقفت عند ستاربكس، شتني القهوة من برا، والله العظيم القهوة اللي أسويها في البيت قد ما أسوي ما هي طعمة، ما هي زي حقت برا، مع إني أخذت كل حاجة ونفس الشيء والصوص وكل حاجة، بس تحسوا كده يد الهندي أطعم، يد العامل أطعم، ما أدري، ما ولا تزبط معي. بس المهم، وجنب ستاربكس بالضبط كان في صيدلية، فقررت إني قضيت أشياء مهمة ومو مهمة، بس كده ما أدري، أحس تعرفوا الناس دحين سايرين يروحوا بسرعة يقضوا يبوا الأشياء حقت البيت زي كده. أنا رحت الصيدلية، أختي أسرار على دراما كوين راحت مع ماما وبابا، راحت الحلقة وقضت ومدري واشترت تونة، مجنونة تحس إن العالم ينتهي. كان عندي واحد ضاع، بس أنا اشتريت واحد تاني. أخذت معجون أسنان مع إنه عندنا، بس ما أدري، قلت أهم شيء النظافة الشخصية. أخذت سولباداين، ما أعرف كيف تنطق، سولبادين زي البنادول اللي يشيل الصداع وكذا، وقلت لحالة الطارئة. أخذت مواس حموت وإحنا حلوين يعني. أخذت ماسكات، ماسك البيضة مرة شكله غريب، وماسك الكركم، وأخذت مزيل عرق طبعا. ما أدري أخي، لا تسألوني ليش أخذ مزيل عرق، يعني يكون في البيت بس يعني ما إحنا ناقصنا شيء. وأخذت هذا الشيء، هذا من احسن المنتج شفايف استخدمته في حياتي، طبعا هذا يرطب الشفايف. تجيبوا فيديو وانا اوريكم افضل المنتجات اللي استخدمتها في العزل حاليا، يعني ما دامني في البيت، اكتبوا لي تحت. ايوه، في بيضه. واحده تسال ليش صاحي الحين الساعه 6 صباح قاعد احط ماسك صور فيديو، ما هحط في كل وجهي، اللي بالذات دي المنطقة مرة عندي تطلع لي حبوب، يعني لما استخدم منتجات غلط. ايش اسوأ موقف صار معك؟ اوه افتكرت موقف صار لي. تخيلوا كنت انا وسارة في كافي، تمام، الكافي ده مطلع على جلسات برا، اخذنا قهوة وجينا رجعنا السيارة، انا شايلة لابتوبي وشنطة كبيرة، شايلة شنطة الجوتشي اللي ما داعي مرة كبيرة، وراح خلاص سارة سبقتني، خلاص رايحة قدام، وانا ماشية كده عارفين المشي، وقدامي في الجلسات الخارجية، تمام، كذا طاولة، وفي طاولة فيها 4 رجال جالسين مع بعض، تمام، قاعدين يتكلموا، وأنا ماشي زي كده وحالي حال نفسي وطالع، وسارة خاصة بقتني معاه مفتاح السيارة، اللي تخيلوا إيش اللي صار. استنوا، اللي صار إنه أنا في عتبة ما شفتها وأكلتها، يمين بالله يا إني طحت كده، شوفوا الطيحة بالتصوير البطيء. أغراضي طبعا طاحت، اللابتوب سمعته طق كذا انفجر. وطحت على ركبي، طبعا انا ماني حاسه، تعرف لما تطيح خلاص ما تحسوا كذا، بس يا اني انحرشت، كانوا قدام 4 رجال لفوا كذا وطالعوا فيا، انا دحين خلاص انا هنا الدمعه هنا 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 بصلت، ببكي من الاحراش، تخيلوا 4 رجال طالعوا فيا كذا وكملوا كلامهم، وانا ورب اسوأ موقف يا اخي. لا المشكلة ايش، سارة تساعدني بعد ما تأكدت اني انا تمام، قاعد تضحك على جنب، هذه اخت هادي باك. طبعا طلع الصباح لانه الساعة 6 وكم، صارت 6:30، الماسك كان صعب مرة انه يخرج، اوكي انا احب احط كونسيلر تحت عيني، بالذات ده حق تار، تحس من جد يقعد بدل برايمر ومدري ايه، وهنا عندي كنافة. واو،
كل مرة أحط لون زي كده. أوكي، واحد يسألني اسمه سعيد يقول لي هل اللي عنده مشاكل عقلية ناتجة عن مواصلته لمدة 7 أيام يقدر يسوق سيارة مثلك؟ أصلا مين اللي واصل 7 أيام؟ أوكي، فردنا الكريمي على العين كله. ذكرك بتستخدم كونسيلر، يعني مديكم بعدها تطبقوا البودرات أو الأشياء الناشفة. أوكي، حطيت نفس اللون بودرة. اوكي، حغمق تكة بسيطة بالموف ده، الموف الغامق ده، بس من جوانب العين. برجع اطبق نفس اللون بس على افتح في في الجفن اللي ما يتحرك او الجفن اللي جوه، ما ادري اسمه. درجة حمرتك بليز تجنن ما شاء الله. اللوك هذا اللي حطيته على الانستغرام، بليز تابعوني هناك على الانستغرام. استخدمت سيفورا درجة الروج 13 اللي يجيكم. ويت عندي ده. اوكي، هذا جاي مسحب لي العين كذا، وهذا جاي على فوق، ما ادري تحسوا اي تحلى. اوكي، مسحته. اخي مو زي ايام زي الرجال ما نسويها. اللي بعده ححط ماسكارا، هذه اللي قد شفتوها قبل. انا احط منها بس رقم 1 قد حبيتي. والله شوفوا، انا ما حاجبكم دايركت على السؤال، بس اتوقع انتم عارفين ده الجواب. يا جماعه، ترى الحب مو كل حاجه، ترى اقسم بالله في اي علاقه في اشياء اهم من شيء اسمه حب. بس حبيت ان اقول للناس اللي الصغار، يعني اللي ما لسه ما نضجوا كده. فهذا انا اللي اكتشفته بعد ما كبرت ونضجت وكل حاجه. يعني احنا عمري كم؟ دي السنه حصير 27. فاللي اكتشفت في اشياء اهم من الحب. السؤال في محله، ما شاء الله، ايش تستخدم رموشك؟ الصراحة هو زيت. لو تبوا انزل لكم فيديو مفضلاتي حاقول لكم ايش هو، بس مرة خطير. اول مرة اشوف رموشي تطول ما شاء الله ده الحد. تارت في اللون ميديوم ساند. طبعا ما ترتحط فونديشن، بس احط كونسيلر. هنا استخدم في لون بشرتي اللي هو فينتي في اللون 310. اها، عرفت خططك. انت حاطه صوره فيها الشرارك يبين. تعرفين كل الناس قاعدين يعلقوا في حجابك، ما ادري ليش الناس مركزين بزياده على ده الموضوع، موضوع الحجاب. كل واحد هو شيء راجع له يا اخي. انت ايش تبي؟ اسألي نفسك انت ايش تبي. اذا انت عرفتي اللي تبي خلاص، ايش لك في الناس التانية؟ احس انه موضوع شخصي بزيادة، واذا بتكلم عنه والله يباله يعني جلسة صراحة معاكم، يعني سواء في اي مكان، سواء في الانستغرام ولا في اليوتيوب. او ماي جاد، لون الاسفنجة بنفس لون الشادو. نيكست، جبت اشياء زيادة. هذه اخذتها من فترة، والله يمكن من شهر، كنت ابى اجربها، ما ادري ابى احطها في دفاتري ولا شيء، بعدين قررت اني احطها في وجهي. فكرينا اخذ القلب احط. استنوا، قال سمعتوا البوم ذا ويكند الجديد؟ في اغنيه عجبتني اسمها سكيرد تو ليف، مره حلوه. انا حطيت شيء هنا بس ضيعته. بسم الله، ما ابغى العب لعبه غمضه دحين. اذا جاتك فرصه حاليا لسفر، وين تسافرين؟ والله اقسم بالله مع اللي صاير دحين مره يخوف الوضع. اوكي، حسوي بلشر بشكل مجنون. كاز يا اخي لا تتريقوا علي. بعدين حستخدم فرشه ثانيه. اوكي، هذا اللون البينك، وححدد كده من الجنب. والله لونه بينك، ما يمزح. استخدم دا بين دا ودا، دا ودا، عشان اللي باه كده يبرز. كايز، ما ادري شو والله. حس ثقافة الكيبوب انه عبارة عن كيوتنس، عشان كده ستايلي، عشان كده احس انه ستايلي تشابه معه. حط موف ولا بينك؟ اخذ هذا اللون، هذا اللي جاي على
ما تصدق قديش وحشتني الصراحة، خرجت آخر الليل سينما فجأة، أقابل صحباتي أقعد معاهم، والله من زمان يا أخي. أرسم حواجب بدا الشيء من لوريال مرة حلو، مو أرسمها لأن أصلا هي أوردي يعني إنه سويتها مايكرو بليدينج لو شفتوا الفيديو، بس إنه أرجع أحط عليها باقي هايلايت. شكرا يا شمس. بيو بيو بيو. الروج حستخدم دروج من هدى بيوتي في اللون اسمه ويدينج داي. اوكي. لاحظت انه ما شاء الله الشمس، ماني قادر اجي زي الناس، بس بقي لي هنا سؤالين. تعجبني طاقة اللي بيج واني تحبين تجربين كل شيء. قلبي. أسرار، كيف تثقين في أحد وأنت مرتاحة؟ أنا ما أثق في أحد. Can you come to take some pics for me? Sure. تصوري. يلا. هذا مين جاب؟ أوكي guys، وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله انبسطتوا واستمتعتوا. الصراحة قاعد نسوي جلسة تصوير هنا مع أنس المصور حق المحترف. He charge like hello، ياخذ 1000 ريال في الساعة. What hug؟ 1000 hug. إيه. وإذا تبغوا فيديوهات زي كذا نتحكى مع بعض وحكيكم مغامرات وأشياء وأجاوبكم على الأسئلة اكتبوا لي تحت، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب. Subscribe guys. See you. See you. See you.